انتهى دورك كان لازم تتحرك للامام شوي، ما تحركش الحياه للامام، مش عايز تحمله المسؤوليه. لكن ادي الكوره. بقول لك ايه، مش عاجبني السيراميك ده، اتصرف ماليش فيه، والا مش داخله لك مطبخ تاني، وشوف بقى هتاكل ازاي. يا بنتي مش هو ده السيراميك اللي كان عاجبك من سنتين؟ وبعدين لسه هنكسر ونحط سيراميك من اول وجديد، وشغلانه ما يعلم بها الا ربنا. بقول لك ايه، كلم كيماكوت هو اللي هيحل المشكله دي. يا صاحبي انا عندي مشكله وانت اللي هتحلها. مشكله ايه لا سمح الله؟ مراتي يا سيدي مصره تغير السيراميك، وانا شايل هم تكسير ورمل وليله كبيره قوي. استنى استنى بس، ليله ايه اللي كبيره بس يا عم؟ انا عندي ليك المنتج اللي هيخليك تحط السيراميك فوق السيراميك من غير ما تكسر. يا ترى ايه هو المنتج اللي هيحل مشكلة طارق؟ اديكور ام ولا سيتوفيل ولا سيتوكسيو؟ لو عرفتوا اسم المنتج ادخلوا على اللينك ده وقولوا لنا الحل.